مساء الخير، مساء السعادة، مساء الفرحة على كل مشاهدينا. حلقة جديدة من حلقات برنامج من يجدها. في من يجدها دايما بنهتم بيكي في كل مكان وفي كل حاجة، كل حاجة بتحبي تسمعيها هتلاقيها معانا في برنامجنا. بس حابة أقول لكل مشاهدينا اللي بيشوفونا، اللي حابب يبعت لنا حاجة على صفحتنا على الفيسبوك، بيساعدنا استقبال كل رسائلكم وكل تعليقاتكم. دايما بيكون عندنا فريق إعداد قوي جدا بيقرأ كل حاجة بتبعتوها. اللي عنده فكرة معينة حابب إن هو يعرضها في برنامج من يجدها، عنده حلقة أو فقرة معينة حابب إن احنا نتكلم عنها تخص ولادك، تخص حياتك، تخص أي حاجة، بيسعدنا استقبال كل رسائلكم وكل تعليقاتكم. خلوني في البداية أرحب بزميلتي ميرفت. أهلا بيك يا ميرفت. أهلا بيك يا نانسي، وأهلا بكل مشاهدينا. دايما بنكون سعداء جدا في كل حلقة بنكون معاكم، والحقيقة النهاردة حلقة مميزة جدا بموضوعاتها، لأني في الأول حابين نتكلم عن موضوع الساعة، موضوع بيهم كل الأسر وكل أولادنا. طبعا دخلوا المدرسة، ومع تغير الجو بنلاقي أحيانا الأطفال مثلا بتسخن شوية، بتكح، بيكون في أعراض إنفلونزا، ودايما بنقول عليها الإنفلونزا الموسمية، مش الأطفال بس طبعا والكبار، فبتبقى الحقيقة مزعجة جدا. وبالأخص من سنتين كده موضوع كورونا، نانسي الحقيقة كورونا أعراضها بتتشابه مع الإنفلونزا، فبمجرد ما نشوف أي أعراض يا ترى هي كورونا، وحتى الدكاترة تقول لك إيه اشتباه كورونا، خلينا نتعامل معاها على إنها كورونا. لكن إيه الفرق بين الإنفلونزا الموسمية وإيه الفرق بين الكورونا، وإزاي الأم تتصرف في الحالة دي، تفتكري إيه نانسي؟ بص يا ميرفت، أنا ملاحظة أن يعني أكترية الناس اللي دلوقتي عندهم في كل بيت طفل عيان. صحيح. هي داخلة أصلا على الأطفال بطريقة غير طبيعية. بس أنا مش يعني أنا طبعا بتابع دايما على السوشيال ميديا وبعرف هم محدش قال ولا أكد أنها كورونا، كله صحيح. بيقول إن دي الإنفلونزا اللي إحنا متعودين عليها وإن هي بتحصل على طول. بس قالوا الفكرة أن الأطفال السنتين اللي فاتوا أو ثلاث سنين اللي فاتوا لما جت الجائحة بتاعت كورونا كان كله بالماسك يا ميرفت، فكان خلاص خدوا زي مناعة كده، أو ما بقاش عندهم مناعة، قصدي عشان خاطر حاميين نفسهم طول الوقت. فالأدوار دي اللي كانت بتجيلهم على مدار السنين أو متعودين عليها، بقت المرة دي لما قالوا على الماسكات بقى بيجيلهم دور بس تقيل شوية. عايزين نعرف الكلام ده أكتر يا ميرفت من الدكتورة اللي هتشرفنا. إيه رأيك نعرف أكتر وأسئلة أكتر بكتير من اللي احنا قلناها من ضيفنا اللي بيشرفنا عبر الهاتف معانا، دكتور تريز بشرى، أستاذ واستشاري طب الأطفال وأستاذ أمراض صدر الأطفال جامعة عين شمس. بنرحب بيها، وبنرحب كمان باستاذه ايمان وديد خادمه الترجمه بلغه الاشاره. بنرحب بيك يا ايمان. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير. بنرحب بحضرتك. مساء النور، منورانا في من يجدها. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. الحقيقه بتتكلموا في الموضوع ويعني في الصميم بالظبط، يعني اكيد طبعا حضرتك ملاحظه كل اللي احنا بنقول عليه دلوقتي، وان كميه الاطفال اللي عندهم الدور اللي هو منتشر، سخونيه بكحه برشح، يعني الموضوع منتشر قوي. هل ده يا دكتور راجع ليه عشان خاطر المدارس فتحت من اول وجديد وبقى في اختلاط اكتر بين الاولاد، ولا دي الانفلونزا الموسميه اللي احنا متعودين نسمعها؟ حضرتك تقول لنا ده ايه بالظبط؟ هو في الحقيقه انتوا ابتديتوا يا ميرفت يا نانسي بالكلام فعلا، ان احنا الفتره اللي فاتت كنا لابسين الماسك، فاحنا نسينا الفتره دي هي فتره الادوار الفيروسيه اللي بتصيب الجهاز التنفسي. سواء طبعا الزكام العادي اللي احنا عارفينه، وسواء الانفلونزا الموسميه اللي بيبقى بيصاحبها حراره ووجع في الجسم وعطس واحساس بالقشعريره على طول. وغير طبعا ان احنا اتعرفنا برضو السنتين اللي فاتوا على الكوفيد 19 والادوار الكورونا والقصه اللي احنا كنا خايفين منها ديت. بس انا بس بحب اطمن ان الكورونا هو اصلا فيروس البرد اللي احنا كنا عارفينه، بس هو تطور بقى بيجي اشد شويه، لكن هو نفس الدور اللي احنا كنا عارفينه، وبالعكس دلوقتي يعني هيتحول ان هو هيبقى موسمي. فيعني القصه ان احنا ابتدينا دلوقتي نشوف الادوار تاني، لان الاطفال طبعا رجعت المدارس حضوري وقلعوا الماسكات،
الفكره اللي انا بنبه على الامهات وعلى كل مشاهدي من يجدها وكل اللي بيسمعوني ان احنا لازم نلتمس نلتزم بالاجراءات الصحيه لاخر لحظه، غسيل الايدي، عدم المخالطه مع الناس المريضه. الام اللي تلاقي طفلها سخن ما توديهوش المدرسه عشان ما يعديش اصحابه في المدرسه، نحاول يبقى الفصل متهوي، الباص واحنا راجعين يبقى الدنيا برضو متهويه، نحاول ناكل صحي على قد ما نقدر، خضار وفاكهه صحيح. ونشرب سوائل كتير. كمان في حاجه مهمه، اتيكيت العصر والزكام، لازم يعني والكحه، اعلم ابني ازاي لما يكح ولا يعطس يعمل ايه، يعني الاتيكيت دوت ان هو يمسك منديل ويرميه بعد كده، يعطس لو معهوش منديل يعطس في الكوع بتاعه، بحيث انه ما يبقاش هيسلم على حد وايده كلها فيروسات. يعني دكتور حضرتك شايفه نرجع نلبس الماسكات او نلبس ولادنا الماسكات خاصه في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي وانتشار الانفلونزا الموسميه؟ على الاقل لو الفصل فيه اكتر من حد غايب على الاقل. تمام. يعني لو لقينا انه يعني في كده، طبعا الامهات بتعرف وجروب المامز بتعرف والكلام ده كله، فيعني لو لقينا انه في اكتر من طفل غايب وانه في عدوى، خلاص لا نخلي ابننا يلبس الماسك بتاعه. ده في حاله اذا كانت انفلونزا موسميه او كورونا، لكن خلينا دلوقتي للجهاز التنفسي. تمام، خلينا دلوقتي يا دكتور نعرف الفرق بين الاثنين. هل احنا طبعا كلنا عارفين ان الاعراض متشابهه، لكن ايه اللي بيميز الكورونا عن الانفلونزا الموسميه؟ طيب يعني بس خليني اقول حاجه مهمه قوي، ان هو الحاجه الفحص الاكيد 100% هيفرق ايه هو الفحص المعملي. لكن احنا يعني عامه كده كاعراض يا دكتور، الاعراض متشابهه جدا، لكن الكورونا يعني الحقيقه طبعا بتختلف هو انهي فاريانت فيهم، انهي متحور فيهم. صحيح. بس يعني اللي احنا الكورونا اللي متعرف عليها في الوقت الحالي هي تصيب الجهاز التنفسي العلوي. يعني ايه؟ يعني الحلق والانف والجيوب الانفيه. الانفلونزا الحقيقه بتيجي في يعني ينام كويس يصحى تعبان حلق ووجعه، لا الكورونا بالتدريج شويه. طب حضرتك قول لنا الاعراض يا دكتور بتاعه الانفلونزا الموسميه، يعني لو احنا يعني شايفين ولادنا ممكن الاعراض بتبتدي ازاي؟ تقول لك كان نايم كويس، صحي وسط الليل، سخن، الحراره فوق 39 40، بيقشعر جسمه، بيقشعر جسمه كله وجعه، وبعدين يبتدي يبان عليه بقى الحلق والعص، وبعدين يبتدي بعد كده بكحه. طب الفرق الفرق بين الانفلونزا والبرد، دور البرد العادي، لان احنا ممكن يبقى عندنا برد عادي ونقول دي انفلونزا، احنا على طول مصطلح الانفلونزا على طول احنا بنقوله، لكن هل برضه في فرق بين البرد والانفلونزا وكورونا؟ طبعا دور البرد العادي اللي احنا عارفينه اللي هو الزكام، اللي احنا عارفينه الشخص عنده زكام بس قادر يتحرك، حرارته يعني ايه احساسه، حرارته درجه حرارته مرتفعه بس مش جامد، ما عندوش وجع في العضلات، ما عندوش وجع في صدره، صدره يعني هي بس قصته كلها في دور البرد ده انه عنده شويه عطس وزكام، مناخيره هي اللي فيها مشكله. تمام. لكن الانفلونزا لا، الجسم كله بيوجعه لانها عنيفه ويعني بتحفز جهاز المناعي بشده شويه، فالحراره بتبقى عاليه، وجع الجسم بيبقى موجود. بنخاف منها في ايه بقى؟ انها ممكن تنزل تحت الجهاز التنفسي السفلي وتعمل التهاب رئوي ونزلات شعبيه، تروح تعمل التهاب في الاذن الوسطى ويقلب بعد كده بكتيري. صحيح. وزي ما احنا واخدين بالنا هي التهابات فيروسيه، يعني لا تحتاج الى المضادات الحيويه. بس يا دكتور احنا كنا متعودين دايما على دور البرد او الانفلونزا الموسميه كان بتبقى السخونه، يعني يوم ما تبقى بنقول طولت تقعد مثلا 4 أو 5 أيام، دلوقتي ملاحظين انها ممكن بتعدي كده 8 أيام أو 10 أيام، يعني في اولاد بتفضل السخونه مستمره معاهم لفترات طويلة جدا. حتين احنا لاحظناهم بعد الموسم اللي احنا قعدنا في البيت السنتين دول، ان رد الفعل المناعي ضد الفيروسات بقت اعنف، لانه الجسم ما عندوش مناعة مبدئية، يعني عارف كان مريح وفجأة اتعرض للفيروسات فبقت رد فعله عنيفة، فبتبان رد الفعل عنيفة دي في الحرارة عالية والطويلة والكحة المطولة، برضه تلاقي الكحة برضه طولت معانا شوية. تمام. طيب كمان في حاجة مهمة قوي وبتنتشر في الأيام دي وبالأخص مع تغيير الفصول، وطبعا شهر 10 طبعا من المتعرف عليه حرق قش الرز وخلافه، فالأطفال طبعا بتبقى حساسة جدا فبتصاب بجيوب أنفية. هل الطفل اللي عنده حساسية جيوب أنفية أو الكبير كمان بتبقى فرصة إن هو يصاب بالأنفلونزا الموسمية بيكون أكتر؟
بصي هي كنسبه لا الاثنين زي بعض، بس هي الاعراض في الطفل اللي عنده تحسس. يعني خلي بالك ان الشخص اللي عنده التحسس عنده التهاب مزمن في الجهاز التنفسي، يعني عنده حساسيه. فيعني التهاب مزمن ده نتيجه التحسس اللي عنده، فلما هيتهيج باي فيروس هتبقى اعراضه اكتر من الشخص اللي ما عندوش هذه الحساسيه. تمام. فاحنا بنخاف عليهم الناس دي اكتر لان اعراضهم بتبقى اشد. والسيطرة على الأعراض، الطفل بيبقى لا عارف ينام ولا عارف يقعد ولا عارف يروح المدرسة، وبعدين بتتشابه بقى الأعراض لأنها بتطول أكتر كمان مع مريض الحساسية ده، إنه يعني هتقولي العدوى خفت ولا ما خفتش. بعد فوبيا الكورونا الناس كلها هتخاف تودي الأطفال المدارس، والموضوع بيبقى تحسس. طيب بالنسبة يا دكتور للناس اللي عندهم حساسية في الصدر، يعني في أطفال كتير ممكن يتولدوا عندهم حساسية في الصدر، مع الدور ده خاصة إن هو جاي بكحة جديدة ونسبة كبيرة من البلغم لدرجة ان ممكن الطفل يقعد يكح لحد ما يرجع، فموضوع الحساسية بيبقى قد ايه مثلا بالنسبة للدور ده؟ طبعا زي ما قلت لك كده اكتر مهيج لحساسيات الصدر هي الفيروسات، يعني كمان تصحبها الأتربة والتعرض للهواء البارد في الصبح وبعدين شويه يبقى حر في بعد الظهر. الطفل يعني اللي عنده تحساسيه الفتره اللي فاتت كانت الدنيا مسيطره لانه ما كانش بيروح ولا ينزل ولا يروح ولا يجي. الطفل ده اللي ماما عارفه انه عنده حساسيه يعني لازم تروح لدكتور متخصص يظبط حساسيه الصدر في هذه الفتره، فتره تمام. الخريف قبل دخول يعني لان هي دي الفتره اللي جايه دي كلها فتره التحسس وفتره الفيروسات، فيبقى مسيطرين على حساسيه الصدر وحساسيه الجيوب الانفيه قبل الموسم. صحيح. طيب من اكتر الاعراض يا دكتور اللي بتبقى مزعجه جدا جدا لاي ام هو ارتفاع درجه الحراره، وطبعا مع الانفلونزا الموسميه زي ما حضرتك قلت لنا ان بتبقى ارتفاع في درجه الحراره الجامد. اي ساعات كتير بنسمع الامهات تقول انا اديته خافض حراره وما حصلش اي حاجه وبرده الحراره ما نزلتش، فعايزين برده نعرف من حضرتك ازاي الطريقه السليمه لاستعمال خافض الحراره. طيب احنا بس خلينا مهم قوي يعني خافض الحراره والطفل مثلا عنده نسبه جفاف في جسمه ما بيشرب سوائل كويس، فيعني طبعا الحراره مش هتنزل لوحدها، فاحنا الطفل دوت لازم يعني اولا يعني خاطئ مفهوم خاطئ جدا ان الطفل لما حرارته بتعلى بيبقى حاسس ببرد فاقوم انا مغطيه وده قصه او مغطي، ممنوع التغطيه بالعكس يبقى لابس هدوم قطنيه خفيفه قاعد في حته يعني يعني مش متهويه ودرجه الحراره فيها معقوله مش مكتومه، بيشرب سوائل كويس، اقدر يعني ياخد شاور كده بميه عاديه مش بارده مش متلجه ولا فتره اكن كده، ومع خافض الحراره هتلاقي الحراره ابتدت تنزل، وبعدين اعرف معدل الحراره دوت بيجي كل قد ايه، كل 6 ساعات او كل 4 ساعات، فاقدر يا اما اعمل اخفض الحراره بنوع واحد من مخفضات الحراره يعني حاجات زي البروفين مثلا، او ابدل بينها وبين مركبات الباراسيتامول بالتبادل كده كل 6 ساعات او كل 4 ساعات على حسب معدل الحراره العادي. بس في حاجه يا دكتور بالنسبه لخافض الحراره، يعني كتير من الدكاتره بينصحونا ان لحد 38 ادي خافض حراره، اكتر من 38 لازم تعملي الاول كمادات وتنزلي الحراره لحد ما توصل 38 وبعدين تدي خافض الحراره، لاني انا مثلا سمعت مصطلح في دكتور قال لو اديتي خافض الحراره اكتر من 38 كانك ما اديتيش حاجه، الكلام ده مدى صحيح؟ احنا هنعمل كله مع بعض، لازم انا بدي له الشاور وبشرب سوائل ويعني بقى كاني بخفض الحراره شويه اهو عشان الخافض الحراره يبتدي يشتغل معايا والدوره الدمويه بتاعتي تبقى سالكه والدنيا كويسه ما يكونش بيروح لاعضاء أعضل. تمام. سؤال يا دكتور مهم جدا وممكن يكون في كتير دلوقتي عايزين يعرفوا اجابته، انا اديت ابني السنه اللي فاتت الحقنه اللي هي بتاعت الانفلونزا الموسميه او التطعيم، هل لازم طالما انا ابني اخذ التطعيم ده في سنه ياخده كل سنه ولا مش شرط؟ طيب خلينا نقول بس احنا هل مصل الانفلونزا بيحمي من الانفلونزا 100%؟ لا، الاجابه لا. هل لازم اخده؟ اكيد لازم اخده، لانه هو محفز لجهاز المناعه انه على الاقل يعني بيحميني من الانفلونزا بنسبه ما حتى ما تجيش شديده شويه. حلو؟ هل هيحمي من كل فيروسات اكيد لا، ما فيش حاجه بتحمي من كل حاجه. بالظبط.
طيب مين اللي ما ياخدش بقى الشخص اللي ما ياخدش المصل؟ الشخص اللي عنده تحسس اخذ الابره قبل كده وجات له منها حساسيه. تمام. الشخص اللي عنده حساسيه من البيض، لانه تركيبه المصل احنا بنعمله بيبقى في بيتعمل على البيض. الست الحامل مثلا، ولو ان دلوقتي قال لك لو في اخر ممكن تاخد تقدر تاخد مصل انفلونزا بيحميها وبيحمي الطفل بتاعها لمده 6 شهور. لكن مش شرط يا دكتور اللي اخده ياخده مره، يعني مش قصدي اللي اخد المصل مره لازم ياخده كل سنه، ولا دي حاجه مش اساسيه؟ لا، هو لازم ياخده كل سنه، لان هو بيحمي بس ضد الفيروس بتاعه السنه. تمام. لانه الفيروسات الانفلونزا بتغير شكلها سنويا. تمام. فهم يعني ايه المتوقع بنعمله في المصل الجديد وبينزل سنويا. ناخده امتى؟ ناخده في الفصل بتاع الخريف. تمام. يعني شهر اكتوبر شهر نوفمبر. لو اخدته بعد كده مش هيفيدني، لانه مش هو الشهر يعني بعد كده مش هو موسم الانفلونزا، مش هيحميني. على ما يشتغل بياخد وقت. تمام. أوكي. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. كان معانا على الهاتف دكتور تريز بشرى، استاذ واستشاري طب الاطفال واستاذ امراض صدر الاطفال جامعه عين شمس. دي كانت نهاية فقرتنا الأولى. فقرتنا الثانية هيكون فيها أحد مشاهدات برنامج من يجدها وتواصلت معنا وبعتت لنا، والحقيقة فريق الإعداد تواصل معاها وعمل لنا مفاجأة هي أنها تكون موجودة معنا النهاردة. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.